وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في مكة المكرمة مهبط الوحي، حيث البلد الحرام، مهو الأفئدة وقبلة المسلمين، حيث جامعة أم القرى، وحيث قدسية المكان وشرف الرسالة. أسست كلية الدعوة وأصول الدين في عام 1401 للهجرة، وهي تقوم على تعليم ونشر رسالة أصول الدين قرآنا وقراءات وتفسيرا لكتاب الله تعالى وحديثا نبويا وعقيدة صحيحة وتأصيلا للدعوة والثقافة الإسلامية. فكانت الأقسام العلمية: قسم القراءات، قسم الكتاب والسنة، قسم العقيدة، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. تهدف هذه الكلية فيما تهدف إليه إلى نشر العلم الشرعي والمحافظة على التراث الإسلامي وتحقيق منهج الدين الصحيح. وقد تعاقب على قيادة الكلية وإدارتها عمداء بذلوا جهودا كبيرة وتركوا أثرا طيبا: الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميدي، الأستاذ الدكتور علي العلياني، الأستاذ الدكتور عبد الله الدميجي، والدكتور محمد سعيد بخاري، الأستاذ الدكتور عبد الله الرميان، الأستاذ الدكتور محمد السرحاني، والدكتور فيصل الغزاوي. وقد أعدت الكلية خطط استراتيجية طلب لتحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي تضمنت ما يأتي: الرؤية أن تكون كلية الدعوة وأصول الدين صاحبة الريادة والمرجعية الأولى عالميا في التأصيل والعلم الشرعي والدعوة إلى الله. الرسالة منارة علمية دعوية رائدة في التأصيل والبحث العلمي وبناء الكفاءات المتميزة عبر شراكات مجتمعية وعالمية فاعلة. من أهدافنا: استقطاب وتهيئة وتحفيز الكوادر البشرية، تطوير البرامج بما يتلائم احتياجات سوق العمل ومعايير الاعتماد البرامجي، تطبيق نظم الجودة الشاملة وتحقيق الاعتماد الأكاديمي، تطوير منظومة فاعلة للبحث العلمي، إقامة علاقات متميزة مع الطلبة والخريجين، إقامة شراكات استراتيجية متميزة مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في نشر الثقافة الإسلامية في المجتمع. الدراسات العليا تقدم الكلية إضافة للمرحلة الجامعية برامج في الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في سائر تخصصات أصول الدين والدعوة، وقد أثمر ذلك بفضل الله أبحاثا ورسائل علمية محكمة بلغ عددها ما يقارب 3000 بحث ورسالة. أسهمت ولا تزال تسهم في إثراء المكتبة العلمية وتوجيه الفكر بعيدا عن غوائل الإفراط والتفريط. مخرجات الكلية: تخرج من الكلية عبر مسيرتها المباركة آلاف من الخريجين أسهموا ولازالوا في المؤسسات والمجالات الدعوية والتعليمية وغيرها، فمنهم علماء ودعاء، ومنهم أئمة وخطباء ومقرئون، ومنهم معلمون ومربون وقادة في المجتمع. فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء. ومنهم من أسس أو شارك في هيئات وأعمال تطوعية ترتقي بالمجتمع كمشروع تعظيم البلد الحرام، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية مراكز الأحياء، ولجان إصلاح ذات البين، وهيئات رابطة العالم الإسلامي والتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة والتدريس والإفتاء في المسجد الحرام، ومن أبرزهم 5 من أئمة وخطباء المسجد الحرام. وعملت الكلية على استقطاب شخصيات بارزة وكفاءات علمية من أعضاء هيئة التدريس من كثير من الدول الإسلامية، وقد حصل عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية على جوائز علمية عالمية ومحلية، وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات وندوات علمية ومحلية، وأنجز عدد منهم أبحاث علمية متميزة. وقدمت الكلية دبلومات دعوية لعدد من القطاعات الحكومية، ونشرت الكلية عددا من الإصدارات العلمية والتوعوية لإثراء المكتبات العامة والخاصة.
وتحتضن الكلية بين جنباتها نخبا قدموا لطلب العلم من أصقاع معمورة، وهم الطلاب الوافدون الذين أسهموا في نشر العلم والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. وقد عنيت الكلية بالجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي بشقيه المؤسسي والبرامجي. وفي الختام ثناء ودعاء لكل من أسهم في تحقيق رسالة الكلية، وفي مقدمتهم معالي مدير جامعة أم القرى ووكلائها وعمداء الكليات المساندة وسائر العاملين في الجامعة وغيرها.